هنروح ليثرب عادل لاعيبه منتخب مصر والنادي الاهلي واللي تلعب بطوله دوليه الان كارول ويلمور بطوله الاسكواش المفتوحه في امريكا ونجحت انها تحصل على المركز الثالث الحقيقه. والبطوله اتلعبت من الفتره دي صوره يثرب عادل لاعيبه النادي الاهلي ومنتخب مصر. البطوله كانت اتلعبت الفتره من 11 ل 15 يناير واتلعبت في ولايه بروكلين. البطوله دي مجموع جوائزها 51,000 دولار. طبعا هي خدت الثالث بعد ما خسرت قبل النهائي من المواطنه الامريكيه اوليفيا فيتشر المصنفه الاولى على البطوله وخسرت 3-0. هارد لك ان شاء الله يثرب الجاي افضل. يثرب عادل كان بدات مشوارها بالفوز على بطله سويسرا 3-0 وبعدين فازت على بطله ويلز في دور ال 16 بنفس النتيجه 3-0. اما دور الثمانيه فكانت فازت على زميلتها في المنتخب سلمى هاني بنتيجه 3-0 ايضا الى ان خسرت قبل النهائي طبعا زي ما قلنا لحضراتكم من اللاعبه الامريكيه اوليفيا فيتشر. ياسر بدات طبعا تركز في السكواش تاني بعد ما بعدت طبعا يعني نتيجه اصابه ونتيجه ايضا زواج السعيد ودلوقتي مركزه في السكواش وعايزه تستعيد مستواها تاني. وكل التوفيق لياثرب. ياثرب كانت ضيفتنا في حلقه من الحلقات هنا نتمنى لها كل التوفيق. وكده نكون خلصنا اخبارنا داخل جدران نادي الاهلي.